فقد جاء في الحديث النيل والفرات من أنهار الجنة، وقد ذكره العلم كلاما حول هذا الحديث، فقال بعضهم لأن النيل من أعظم أنهار الدنيا ومن أكثرها نفعا، فشبه مع الفارق في الكيفية والكم تقريبا للأذهان، شبه نهر الجنة بنهر النيل. وللفائدة، النيل أطول أنهار الأرض 6650 كيلومتر، والفرات 2800 كيلومتر، وبينهما الأمازون والميسيسيبي. الشاهد، قال آخرون أن النيل والفرات ينبعان من أصل سدرة المنتهى، قال النووي وغيره: ولله في خلقه شؤون وحكمة، فهذان النيلان أصلهما من سدرة المنتهى وجريان الأرض، كيف ذلك؟ قال: علمها عند ربي، وينبعان من الأرض، ولا يزال خيرهما باقيا حتى الآن. النيل والفرات وسيحون وجيحون، في بعض الروايات وسيحان وجيحان.